السلام عليكم. فيديو إن شاء الله هنشرح فيه الليست، والفيديوهات الجاية بإذن الله هيكون مسائل على الليست هنحلها معاكم. الليست بتستخدم عشان أخزن شوية أيتمز كتير في فاريبل واحد بس. الليست في البايثون هي واحدة من الفور داتا تايبس بيستورو الكولكشنز. الأربعة هم الليست والتابل والسيت والديكشناري، وهنتكلم على كل واحدة فيهم في فيديوز قريبة بالمسائل بتاعتها إن شاء الله. عشان اعمل ليست في البايثون محتاج ان انا اقول اسم الليست، وبعدين اقول ايكوال، واعمل السكوير براكتس واحط كل الحاجات اللي انا محتاجها في الليست. فانا مثلا عملت this ليست واقول ان هي فيها ابل وبنانا وشيلي، فالليست دلوقتي فيها 3 ايتمز اللي هم الثلاث حاجات دول. لو قلت برنت this ليست فهي برنت الليست بتاعتي اللي هي ايه، اللي هم الثلاث حاجات. تعالوا كده ايه، نتفرج على كود. لو انا هقول مثلا ماي ليست، مثلا دي ليست اهو، بتساوي لازم افتح سكوير براكتس واحط فيها اي حاجه انا عايزها. ممكن اقول 1 و5 مثلا و19 مثلا، وهقول برنت لماي ليست مثلا. فالليست دي فيها 3 حاجات اللي هم ال1 وال5 وال19 وكلهم انتجرز. تعالوا كده نرن ونشوف. فطلع ايه كده عندي، فطلع 1 5 ايه 19. طيب بينفع كمان الليست بتاعتي تشيل different data types، يعني ممكن اقول مثلا ايه احمد، ادي كده ده string، ممكن اقول له مثلا حرف هو الاكس، ممكن اقول له 3.7. فكده الليست بتاعتي بقى فيها ايه، بقى فيها شويه integers و string character ورقم decimal. ينفع عادي. فالليست دلوقتي فيها 3 4 5 6 elements، يبقى هيعرضهم كلهم بشكل list عادي. الليست كمان في البايثون هي اوردر. يعني ايه اوردر؟ يعني زي ما حطيت elements فيها هيفضلوا بنفس الترتيب بتاعهم، مش هيتغيروا. يعني ايه مش هيتغيروا؟ يعني انت قلت ايه 1 5 19 احمد اكس 3.7، فهيتخزنوا بنفس الشكل ده. ممكن يتغيروا في الكوليكشنز التانية زي ما هنشوف في الـ، ممكن في السيت والتابلز والديكشناري ممكن الاوردر يتغير، لكن الليست الاوردر مش بيتغير. زي ما انت كتبتهم هيفضلوا متخزنين بنفس الطريقه. كمان الليست في البايثون تشينجبل. يعني ايه تشينجبل؟ يعني اقدر اغير اي مكان انا عايزه، وكمان اقدر اريموف منها elements، واقدر اقاد فيها elements عادي. فعشان كده هي تشينجبل. وكمان بتقلله الدوبليكتس، يعني انا لو حطيت ارقام متكرره او كلام متكرره زي هنا ابل بانانا شيري ابل شيري، هيقبلها عادي. برضو في الكوليكشنز الثانيه ممكن ما يقبلهاش في بعضهم، وهنشوف برضو ايه لما نيجي ناخده. فخلاص هي بتقلاو الايه الدوبلكتس عادي. طيب لو انا عايز تعال نشوف موضوع الدوبلكتس الاول. لو انا قلت ايه هحط مثلا 19 تاني، وهحط مثلا احمد تاني برضو، فكده ايه المفروض كل ده يطلع زي ما هو، وفي دوبلكتس عادي. يعني احمد مكرر 219 مكرر برضه. طيب لو انا عايز بوزيشن معين في الليست، انا عايز مثلا ايه، عايز اعرض بس ال 19 دي، او عايز اعرض احمد او 3.7، اعمل ازاي؟ اعملها ازاي؟ دي ليست عادي. ده المفروض اول element، ده تاني element، ده تالت element، ده رابع element، وهكذا. اول element في الليست يبقى index 0. الليست عندنا بتبدأ من اول index 0 بس. خلاص يبقى اول element في index 0 او position 0، بعدين ده index 1 index 2 index 3 وهكذا. فانا لو قلت my list of 0 هيعرض لي بس اول element اللي هو الواحد. لو قلت my list of 2 هيعرض ثالث element. ليه؟ ما ده index 0، ده index 1، ده index 2 اللي هو element الثالث اللي هو 19. خلاص كده يبقى بقول my list وافتح ال square bracket واديها ال position اللي انا عايزه، وبتبدا من اول 0. طيب لو انا عايز اجيب طول الليست، هي طولها قد ايه؟ هم هنا كام element في الليست دي؟ ادي كده 3، ادي 6، 8. يبقى اللينس بتاع الليست دي 8. طب حلو، احمد كده متخزنه في اندكس كام؟ اندكس 7. ليه؟ من 0 ل 7 يبقى 8 elements، يبقى دي كده في اندكس 7. لو انا عايز اجيب الطول بقى بتاعها هجيبه ازاي؟ انا مش عارف طولها قد ايه، فممكن اقول له مثلا الاكس بتساوي لين، واقول ماي ليست. ايه لين دي؟ لين دي ميثود بديها الليست وهي تقول لي ايه طولها قد ايه. فممكن اقول برنت الاكس، المفروض يطلع لي كام؟ يطلع لي 8 اللي هو طول الليست. حلو. طيب في ميثودز كتير برضو في الليست، هنتعرف عليهم واحده واحده، مش شرط تحفظهم كلهم، ولكن انت بممارسه الكود
وحل مسائل كتير هستعود عليه. احنا قلنا واحده منهم اللي هي كانت لان، لان دي بتعمل ايه؟ بتجيب لي طول الليست، بديها الليست وهي تقول لي طولها قد ايه. طيب عندنا كمان بقى ميثود تانية زي اباند مثلا. لو انا قلت عايز اضيف element في الاخر، فدي بتعمل ايه؟ بتضيف element في الاخر، فاقول اباند مثلا و احط الرقم مثلا my list dot append مثلا ال 20، فهيعمل ايه؟ هيحط ال 20 في الاخر. تعال نصغر الليست كده بتاعتنا، فالليست دلوقتي فيها 4 items اللي هم 1 5 19 احمر، فهحط ال 20 في الاخر. لو انا قلت له print my list فهيطلع ايه؟ الليست بتاعتي وال20 اتحطت في الان. ينفع اعمل كذا ابند؟ طبعا عادي مفيش اي مشكله خالص. لو انا قلت ابند 10 فيحط 20 وبعد كده 10، يبقى الليست بقى بالمنظر ده. طيب لو انا ينفع اقول مثلا ابند ان مثلا، والان دي جايه من اليوزر، عادي ينفع اخد اما يعني لو انا قلت ايه ان مثلا هنا بتساوي 10 فهي ابند الان في الاخر هي ب 10، او لو قلت مثلا اعمل لي انتجر انبوت مثلا، فهو هياخد رقم من اليوزر ويحطه في الان وهيضيف في الاخر. فانا لو عملت ران مستني رقم اللي هو مثلا 90 وحط 90 في الاخر اللي هي الان. دي كانت فانكشن ابل. تاني ميثود معانا هي فانكشن او ميثود كلير. كلير دي بتمسح كل الاليمنتس اللي في الليست. فلو انا قلت برضو ماي ليست دوت كلير فهيعمل مسح لكل الاليمنتس اللي في الليست، فهيبقى منظرها عامل كده. طيب الميثود اللي جايه هي كوبي. لو انا عايز مثلا احتفظ بباك اب مثلا من الليست دي، او عايز اعدل يعني هعمل نسخه منها تانية عشان اعدل فيها، فممكن اقول مثلا نيو ليست، دي ليست جديده انا اللي عملتها مثلا، بتساوي ماي ليست دوت كوبي مثلا. فيعمل ايه؟ هيعمل نسخه جديده من الليست دي ويحطها في النيو ليست. ممكن اقول له اعرض لي كده نيو ليست وراني ترى فيها الاليمنتس ولا لا، فطلعت موجوده. اقدر اعدل مثلا في ماي ليست ويكون معايا باك اب منها في النيو ليست لو انا احتجت ده. الميثود اللي بعد كده هي ميثود كاونت، ودي بديها رقم وتقول لي اذا كان موجود في الليست ولا لا، موجود كام مره يعني. هو لو موجود هتقول لي مثلا موجود مره، موجود مرتين، موجود ثلاثه، ولو مش موجود خالص هتقول لي مش موجود وهتقول لي عدده زيرو يعني، فهتقول لي زيرو يعني، هي بتقول لي موجود كام مره. فلو قلت مثلا ايه الاكس بتساوي ماي ليست دوت كاونت مثلا، كاونت خلاص ترجع رقم عد لي 19 موجوده كام مره. 19 موجوده مره واحده، اعرف كده الاكس فهيقول لي واحد. طب ما مثلا ايه الخمسه موجوده كام مره، برضه موجوده مره واحده فيقول لي الاكس بواحد. طب ال 20 موجوده كام مره، ولا مره، فهتبقى بزيرو. طب لو انا هحط ايليمنتس متكرره زي مثلا 19 كمان 19 وحط كمان 5، عد لي كده 19 موجوده كام مره، موجوده 3 مرات طلع 3، 5 موجوده كام مره، موجوده مرتين، وهكذا. ولو مش موجود خالص هيقول لي ايه؟ هيقول لي صفر. الميثود اللي بعد كده هي ميثود اكستند، ودي بتاخد حاجه تكون اتربل. يعني ايه اتربل؟ هنتعرف عليها برضو قريب لما ناخد باقي الكوليكشنز، ولكن خليني اقول ان اكستند بتاخد ممكن تاخد ليست مبدئيا، ان انت تعرفه دلوقتي ليست، فتاخد ليست وبتكستند الليست بتاعتي بالليست اللي انا مديها لها. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اعمل ليست ثانيه اسمها مثلا اللي بتساوي 10 30 90 مثلا. اقدر اقول بقى ماي ليست، لو انا عايز اضيف على ماي ليست دي الليست دي، فاقول ماي ليست دوت اكستند ال. طبعا مش دي الطريقه الوحيده ان انا اضيف ليست على ليست، ولكن ايه دي احد الطرق يعني. فهنا هقول له برنت ماي ليست، فهيحط الايه؟ هيحط الليست دي زي ما هي كده وهيضيف عليها 10 30 90، لان انا قلت له اكستند ال. تمام. لو انا فعلا برضو عايز اضيف، ممكن اعمل كمان حاجه اسمها جوين. جوين ازاي؟ هقول مثلا ممكن اقول ماي ليست بتساوي ماي ليست بلس ال. ايه اللي حصل؟ هياخد الليست بتاعتي اللي هي ماي ليست يزود عليها ال ال وتبقى ويضيف الريزلت في ماي ليست، يحط الريزلت كلها في ماي ليست ويعرض ماي ليست. فكأني يعني دي كده كأنها اكستند، مفيش اي مشكله، ينفع بالطريقه دي عادي. طيب الميثود اللي بعد كده هي اندكس. اندكس دي بتعمل ايه؟ اندكس دي بتديها رقم وتقول لي بديها البوزيشن بتاع
الرقم بوزيشن عامه، انا مديها مثلا 2، فهتقول لي الاليمنت عند اندكس 2 هو مين. انا قلت مثلا ايه الاكس بتساوي ماي ليست مثلا دوت اندكس، سوري الاندكس مثلا 19، انا اديتها رقم. بسالها بقى ال 19 دي موجوده في اندكس كام؟ فهي موجوده فين هنا مثلا؟ ادي اندكس 0، اندكس 1، اندكس 2، يبقى خلاص هيقول لي 19 موجوده في اندكس 2. هتقول لي في اكتر من واحده، هقول لك هو بيجيب الاولى، يبقى اندكس دي بتجيب الاول بوزيشن للرقم، مكانه فين؟ فهنا مكانه 2. طبعا انا بعد من اول 0 ده 0 1 2. طبعا انا هنا عملت برنت باي ليست غلط، المفروض اقول له برنت اكس فهيطلع 2 مظبوط. طب لو انا بقى قلت له مثلا ال5 مثلا فهيقول لي برضو اندكس 1. طب لو قلت له 60 بقى هل موجوده؟ لا مش موجوده، فهيقول لي ايرور. ليه؟ انا بقول له اندكس 60 و60 مش موجوده اصلا، فيقول لي 60 نوت ان ذا ليست، هو مش موجوده في الليست بتاعتي. الميثود اللي بعد كده هي انسرت. تخيل انا عايز اضيف اليمنت في النص، فهستخدم ميثود انسرت. احنا قلنا الميثود اللي بتقاد في الاخر اسمها append، طب اللي بتضيف في النص اسمها انسرت. انسرت بتاخد حاجتين اكيد، اول حاجه المكان اللي عايز تضيف فيه والحاجه اللي انت عايز تضيفها. فانا عايز اضيف فين مثلا؟ تعالى نتخيل ان انا عايز اضيف مثلا بعد ال 19 فاليو، فاقول له ايه ده اندكس 0 اندكس 1 اندكس 2، يبقى انا عايز اضيف في اندكس 3، يبقى اضيف في اندكس 3. عايز اضيف مثلا كلمه كات مثلا، فكده هيحط لي كات بعد ال 19. طب هيمسح احمد؟ لا مش هيمسح احمد، هيزق دول كده يعني هيعمل شيفت ناحيه اليمين وهيحط كات، فالليست بتاعتي هيبقى فيها 1 5 19 كات احمد 19 وهكذا. أبرنت ماي ليست، فطلع المشهد بالمنظر ده. الميثود اللي بعد كده ميثود بوب. بوب دي بتمسح ايه؟ بتمسح اخر element لو انا ما اديتهاش اي حاجه. فانا مثلا لو قلت له هنا ماي ليست دوت بوب، فهيعمل ايه؟ هيمسح اخر ايلمنت اللي هو مثلا الخمسه. فلما اجي ران فمسح فعلا ايه؟ مسح الخمسه. ينفع اعمل بوب كذا مره؟ ينفع طبعا، يعني انا ممكن اقول له هنا ايه؟ بوب تاني فيمسح ال 19، يبقى مسح الخمسه الاول وبعدين مسح ال 19 الثانيه اللي هي تاني واحد الاخر يعني، وبعدين الليست بقى فيها دول. طيب لو انا قلت له بقى ايه؟ افرض انا عايز امسح ايلمنت معين، مش عايز امسح اخر ايلمنت، عايز امسح مثلا احمد. خلاص سهلة، أحمد في إندكس كام؟ ده إندكس 0، إندكس 1، إندكس 2، إندكس 3. خلاص يبقى أقول له بوب 3، بوب إندكس 3، فهيمسح أحمد، وطبعا بالتالي هيزق الناس دي، فالليست بقى فيها 1 5 19، بعد كده 19 19 5. تعالى الرن، تمام مظبوط، دي كانت ميثود بوب. الميثود اللي بعد كده هي ريموف. وريموف دي بتعمل إيه؟ بديها أيتم وتمسحه. خد بالك ان احنا قلنا بوب بتاخد اندكس وتمسحه، فانا قلت لها اندكس 3، راحت شافت 0 1 2 3 راحت مسحته. بغض النظر انا ما اعرفش هو مين ده، لكن انا لو عايز بوب قصدي ريموف قيمه معينه وليكن عايز امسح مثلا الواحد، فهيمسح مين؟ هيمسح ال 1 كقيمه. لو انا قلت له امسح 19 فيروح يمسح 19، لو قلت له امسح احمد فيمسح احمد، ايا كان مكانها فين. يبقى ريموف بتاخد فاليو وتمسحها، وبوب بتاخد اندكس وتمسحه. بوب لو ما انتهاش حاجه بتمسح اخر element. طيب فانا هنا بقول له ريموف احمد، فراح هيشوف احمد هيروح ماسحها وهيبقى الليسته موجوده بعد ما اتشال منها احمد. طيب لو انا قلت له ريموف ال 19 فهيمسح انهي 19 بقى في الثلاثه؟ لما بيلاقي كذا حاجه بيمسح اول ظهور بس، فهيمسح اول ظهور ل 19، فالليست بقى فيها 1 5 9 16 هتشال، بعد كده احمد 19 19 5 عادي. تمام مظبوط، يبقى ريموف بتاخد فاليو وبوب بتاخد اندكس. الميثود اللي بعد كده هي ميثود ريفرس. عندي تو ميثودز، ريفرس وسورت. ريفرس بتعمل ايه؟ بتشقلب الليست، تخليها بالعكس. يعني انا لو قلت له ماي ليست دوت ريفرس، فهذا عرض الليست بتاعتي فشقلبها. يعني ايه شقلبها؟ يعني خلى عجبها بالعكس، فكده بقت 5 19 19 احمد 19 5 1 اهي، ده بقى شكلها. ولو قلت له لو انا عايز اعمل سورت مثلا ليست، تعال نتخيل بس ايه
ان احنا نعمل ليست جديده اسمها مثلا ال بتساوي حط فاليوز بقى زي ما انت عايز، 5 و3 و1 و10 و6 مثلا يعني، وهقول له ال دوت سورت هيعمل ايه؟ هيرتب الليست دي، وبيرتب من الصغير للكبير، فهيبقى الليست فيها 1 3 5 6 10 عن البن ماي ال، ونشوف فارتبهم فعلا من الصغير للكبير. طيب لو انا عايز ارتب من الكبير للصغير، ممكن مثلا اعمل سورت، يبقى كده ارتب من الصغير للكبير، وبعدها اعمل ريفرس، اقول ال ريفرس مثلا. في كذا حاجه بس ده يعني دي حاجه من الحاجات. طيب ده لو الليست كان فيها ارقام. طب لو الليست اصلا ما كانش فيها ارقام وكان فيها مثلا حروف، فانا قلت ايه، خلينا نقول ايه سمول و اكس و سي و اف مثلا، لو قلت له بقى ايه اللي دوت سورت هيرتب ازاي هنا مثلا، دي كلها حروف سمول، فيرتب على حسب الاسكي كود، والاسكي كود المفروض انت عارف ايه هو الاسكي كود، كل حرف زي ما قلنا ليه رقم، او خلينا الفابيتك عادي، الرقم او الاسكي كود بتاع الاي سمول اكيد اقل من الاسكي كود بتاع الاكس ومن السي ومن الاف، فهي الاول بعدين سي بعدين اف، ابجدي عادي بعدين اكس، فلما اقول اعرض فيقول اي سي اف اكس في الاخر. طب لو كان في حروف كابيتال، لو كان مثلا في اي كابيتال، الاسك كود او الاي او اي حروف اي حرف كابيتال اصغر من اي حرف سمول، فالكابيتال هيجي في الاول، يعني الاسكيز برضو عشان تفتكرها، الاسك كود بتاع الاي كابيتال كان 65، بي كابيتال بالتابعيه هيكون 66، وهكذا لحد ال زد كابيتال ب 90. وبعدين عندي بقى من 91 لحد 96 دول شوية حروف أو شوية سيمبلز، قصدي مش حروف، شوية أشكال، بغض النظر إيه هي مش لازم دلوقتي. عندنا الإي سمول ب 97، برضه بالتالي بي سمول ب 98 لحد زد سمول ب 122. يعني ايه الكلام ده؟ قلنا ده الاسكي كود. يعني ايه؟ يعني دلوقتي هو هيروح يشوف الاسكي بتاع مثلا الاي سمول هيلاقي 97، الاكس احنا قلنا ايه؟ قلنا الزد ب 122، يبقى الواي ب 121، يبقى الاكس ب 120، وهكذا. والاي كابيتال قلنا الاسكي بتاع 65، يبقى ده اقل حاجه هيجي في الاول، وبعديه بعد كده اي سمول سي سمول اف سمول اكس. لو انا عايز ارتب العكس زي ما قلنا، هعمل سورت وبعدين اعمل ريفرس. خلاص كده دي كانت معظم الميثودز بتاعت الايه، بتاعت الليست. طيب اخر حاجه في الليست بقى، لو انا عايز اعرض الليست بتاعتي عادي زي ما شفنا، فاقول برنت ال. هل دي الطريقه الوحيده ان انا اعرض ليست؟ طبعا لا، مش دي الطريقه الوحيده، ممكن اعرضها باكتر من طريقه. ممكن مثلا لو انا عايز اقول فور ايتم، لكل ايتم ان ال مثلا برنت الايتم، فايه اللي هيحصل هنا؟ انا بقول له لكل ايتم، لكل ايتم في الليست دي اعرض لي الايتم ده، فاول مره هيعرض لي الايه، او اول مره الايتم بايه، حرف الايه بعدين حرف الاكس بعدين حرف السي بعدين الاف بعدين الاي وهكذا، فهيعرضهم بالمشهد ده مش في صوره ليست، هيعرضهم تحت بعض عشان انا عامل برنت لكل ايتم. طيب ممكن كمان اقول له طريقه تانيه خالص، اقول له فور اي ان رينج، عايز اقول له ايه؟ عايز اقول له عرض لي مثلا ايتم ال اوف اي مثلا، فايه، او عايز اقول اول مره ال اوف 0 اللي هو حرف الايه، بعدين ال اوف 1 اندكس بقى، بعدين ال اوف 2 بعدين ال اوف 3 بعدين ال اوف 4، يبقى اخري 4، يبقى ان رينج 5. ان رينج 5 ليه 5؟ عشان انا هنا من اندكس 0 لحد 4، 0 1 2 3 4، فهيعرض برضو ايه، هيعرض الليست بتاعتي بالمشهد ده ايتم ايتم. طيب افرض الليست زادت مثلا، بقت هنا في element مثلا اللي هو مثلا سي سي كابيتال، اكيد لازم ازود ده، يبقى انا ممكن اخلي دي ايه، اخلي دي مثلا لين ال، فهيقول له ايه، لكل اي ان رينج لينس ال ال طول الليست. طب طول الليست هنا كام؟ 3 4 5 6، خد بالك طول 6 ولكن الانديسيز من 0 لخمسة،
فهيمشي لكل اي في الرينج من زيرو لحد اللينس بتاعي اللي هو 6، يبقى لحد ايكوال ل 5 بالظبط، يبقى 0 1 2 3 4 5 هيعرض L of 0 اللي هي الايه، بعدين L of 1 اللي هي الاكس وهكذا. يبقى عندي 3 طرق عشان برنت ليست، يا اما هعمل برنت واسم الليست على طول، دي اول طريقه. تاني طريقه يا اما هقول لكل ايتم في الليست هقول برنت الايتم على طول. تالت طريقه لكل اي في الرينج واحط اللينس بتاع الليست بتاعتي، ممكن اللينس ده يكون مثلا اكس والاكس ده هو اللينس، فاقول اكس بتساوي ان ال عادي برضه مفيش اي مشكله، وبعدين اقول print الليست اوف الاندكس ده. بس كده، شكرا، سلام عليكم.